صورة الشهرة في غير ما أذن الله لنا؟ الحقيقة أنه الآن هناك نماذج مشرقة وهناك مشاهير تراهم ما هم ظاهرين على الساحة، ولكن هم من يستحقون الشهرة. سلام. الآن في الحد الجنوبي هؤلاء سلام. هم المشاهير الحقيقيين اللي قاعدين يدافعون عن أعراضنا، ويدافعون عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقبره، ويدافعون عن الكعبة المشرفة وبيت الله الحرام. الله أكبر. يدافعون عنا، وحنا اللهم لك الحمد ننام ونصحى ناكل ونشرب، تأمن على عرضك، تأمن على أطفالك، تسافر يومين وثلاثة وعشرة وتعرف أن أطفالك في خير وعافية في هذا الأمن، وهذا هؤلاء المشاهير يستحقون. وذلك نحن نريد أن نخرج هذه النماذج المشرقة، الأطباء اللي قاعدين بالساعات، والله بعض الأطباء جلسنا معهم أنه ما ينام النوم ما يذوقه من عملية في عملية جالس، هذا أصحاب الشهرة الحقيقية. يعجبون المشاهير أصحاب المبادرات هذه اللي يظهر لنا أبطالنا، ويظهر لنا يعني النماذج المشرقة في وطننا الغالي وإبداعات هذا الوطن الذي يدعمون الرؤية الرشيدة سمو العهد الله يحفظه، الذين يخرجون النماذج المشرقة الإيجابية الجميلة عن الوطن وعن ولاة أمرنا وعن رجال أمننا وعن مقدساتنا. جميل جدا، هؤلاء هم المشاهير. أيضا ننبه على أمر، يعني بعض المشاهير يذهب مثلا إلى الحرم مثلا بيعتمر فيصور عمرته كاملة، أو يصور مثلا الحين دخلت الآن بعتمر الآن كذا الآن. حاول أن يكون عملك خاص وجه الله الكريم، حاول أن يكون العمل خاص، ما في مشكلة فيديو بسيط في الحرم كذا، لكن يعني لا تصور كل صغيرة وهو يدعو وهو يصلي وهو ساجد وهو كذا، ما يصير وفي أحد يصوره واقف عليه معاه. وذلك مهم جدا أن ينتبه الإنسان لهذا، خل عملك خالص وجه الله الكريم، لأن الذي سيكافئك هو الله عز وجل. كل عمل تقدمه في سناب شات، في الانستغرام، في تويتر، في وسائل، في السوشيال ميديا عموما، كل عمل الذي سيكافئك عليه هو الله سبحانه وتعالى. ربما مقطع صغير أو دقيقة يكون سبب دخولك الجنة، رب كلمة ترفعك عند الله يعني وزن عظيم ومكان رفيع، ورب كلمة العكس تهبط بك. أو كم من المشاهير سقطوا الآن كلمة أو فيديو؟ كم من المشاهير الآن سقط، بعضهم دخل السجن بسبب خطأ أو كلمة أو زلة أو عبارة، ثم تبين بعد ذلك أنه. ولا تقودنا الشهرة، يعني لا يقود الإنسان، تقود الشهرة أنه يتكلم. بعض المشاهير الآن الله يهديهم يفتي، يتكلم في مسألة يقول والله الموضوع هذا أنا رأيي فيه أنه والله ما في شيء مثلا. هل علماء هذولي قبل أن تخلق أنت وتلدك أمك عكفوا على الكتب؟ يعني هيئة كبار العلماء يجلسون على الطاولة الواحدة، يجلسون بالساعات يفتون في مسألة واحدة، ثم يأتي واحد من المشاهير يقول والله المسألة هذه أنا أرى أنه ما فيها مشكلة أو أرى أنها جائزة، فيحلل ويحرم أو يأخذها على الرأي. الدين ما هو على الرأي، ما هو على الهوى، ما هو على كيفي، وإنما أقول هذا أهل الاختصاص. وبعض المشاهير لا يعجبك، مرة يستضيف شيخ، مرة يستضيف شاعر، مرة ينوع في سناب، يعطي كل واحد حقه ومجاله، لكن لا أخوض في مع الخائضين. وبعضهم للأسف أساء إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بعضهم أساء إلى رموز الصحابة من باب الطرفة أو المزحة أو الضحك، هذا من الاستهزاء وهذا من السخرية. لا تجعل حسابك أني مشهور أتكلم في كل شيء. في قاعدة جميلة تقول من كثر كلامه كان خطأ أكثر من صوابه، وذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يمسك لسانه ويخرجه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، أي المهالك، وهو أبو بكر. وذلك دائما كل كلمة ضعها في الميزان. الآن تعطل الواتساب، تخبرون أمس صار في عطل في الواتساب، تدرون كم من الإيجابيات في هذا العطل؟ تواحد يقول كان بيني وبين زوجتي مشادة شديدة، هو مسافر وهي، فيقول كانت تصل إلى الطلاق خلاص في الواتساب مشاحنة وكذا. يقول سبحان الله يوم تعطل الواتساب يقول بردت، أبغى أرسل ما في، أبغى أرسل ما في، أبغى. يقول لين انفتح ثاني يوم نمت فصحيت فغيرت كلامي كله وتركت الشحنة وتركت الأمر اللي كنت بقدم عليه. فسبحان الله الإنسان لو وزن الكلام قبل ما يطلعه يا سلام. ونظر شوي وتأمل راح يشوف أنه كلامه جميل وموزون وطلع في مكانه الصحيح. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك ووفقك شيخ علي، فعلا كلامك جدا جميل، وجتني رسائل كثيرة جدا يثنون على
اختيار موضوع الحلقة. طبعا اختيار موضوع الحلقة مو من اختياري أنا، من اختيار الشيخ علي الله يجزاه خير. اللهم استعان. وترى احنا طريقتنا على فكرة أغلب الضيوف اللي يجونا يشوفوا أبو عبد العزيز، والله نقول لهم اختاروا الموضوع أنتم، إيش تبون تقولون، عطونا محاوركم. بموضوع الموضوع اللي انتم تطرقتوه، الشعار المفروض عندهم خبر علشان ايش يقدمون ما يواكب الموضوع اللي تقدمونه. ايه هذا، فلذلك قلت لي بيتين في المشاهير. ايه على الحين توني قايل، على الحين عطنا يلا على الهواء. ايه على الحين قناه الواقع. ايه السلام، صار مقدم برنامج انت يا شيخ علي، جالس جنبي وخرب.